سنتحول لهذه التوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديده في الاطار الزمني المحدد لها وضمان ان تمثل المدن الجديده اضافه حقيقيه للاقتصاد الوطني من خلال تضمينها للمشروعات التنمويه الملائمه بما يحافظ على استدامه تلك المدن وعلى قدرتها على الجذب وتوليد الانشطه الانتاجيه والتجاريه نتابع اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني واللواء احمد العزازي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي ان الاجتماع تناول متابعه مشروعات المدن الجديده في مختلف مناطق البلاد والجهود الحكوميه الجاريه للتطوير في تلك المناطق بما يضمن ابراز البعد التنموي في المدن الجديده وكذا في عمليات التحديث الحضري الوطنيه ويسهم في استعاده الوجه الحضاري لكافه مناطق الجمهوريه وبشكل يحافظ على الطابع التراثي والمعماري المصري باشكاله المختلفه وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديده في الاطار الزمني المحدد لها وضمان ان تمثل المدن الجديده اضافه حقيقيه للاقتصاد الوطني من خلال تضمينها للمشاريع التنمويه الملائمه بما يحافظ على استدامه تلك المدن وقدرتها على الجذب وتوليد الانشطه الانتاجيه والتجاريه مؤكدا ان التوجه نحو بناء المدن الجديده يهدف بالاضافه لاستيعاب الكثافه السكانيه وحسن توزيعها في انحاء البلاد الى تحقيق الاستفاده المثلى من الميزات النسبيه لمختلف مناطق الجمهوريه بما يمثل قيمه مضافه ومتجدده للاقتصاد المصري